ساعد صاحب متجر طفلا جائعا وبعد 20 عاما حدث ما لا يصدق. مرحبا أيها الأصدقاء، هل فكرت يوما أنك لست بحاجة لأن تكون ساحرا على الإطلاق حتى تحدث المعجزات؟ وعليك أن تعترف بأن كل منا يمكن أن يفعل شيئا جيدا كل يوم دون اهتمام. بالمناسبة، بعض الأحيان حتى أصغر الأفعال يمكن أن تغير حياة أشخاص بشكل جذري وليس مجرد شخص واحد. أصدقائي، سأخبركم اليوم بقصة تثبت مرة أخرى مدى سهولة عمل الخير، وكما سترون لاحقا، حتى لو بدأ الأمر عاديا للشخص نفسه فسيتذكره الكثيرون دائما. بدأ كل شيء منذ سنوات عديدة في بلدة أمريكية ريفية حيث يعرف الجميع بعضهم البعض عن ظهر قلب. في أحد الأيام ذهب شاب يدعى ديفيد قرابة وقت الغداء إلى متجر للتسوق، ولصغار حجم هذا المتجر قد كان جميع عملائه مرئيين بوضوح. كان هناك قلة من الناس يشترون احتياجاتهم الخاصة، كان كل شيء كالمعتاد ولم يكن هناك ما يثير الدهشة، حتى انتبه ديفيد لصبي صغير في الخارج كان نحيفا للغاية ويرتدي ملابس قديمة. لكن الشيء الأكثر إثارة للاهتمام أن الصبي لم يشتري شيء، فقط وقف ينظر متلهفا إلى قطعة من الشوكولاتة، حتى أدرك ديفيد أن الصبي يريد حقا أن يجربها، لكنه اكتشف لاحقا أنه لا يملك المال لشرائها. بعد أن دفع ديفيد ثمن مشترياته نظر لأسعار تلك الشوكولاتة وأدرك أنها ليست باهظة الثمن، وبالفعل فكر في شرائها ليسعد بها الطفل. وكما ذكر ديفيد، لقد فكرت في هذا الموقف وكدت أشتري الشوكولاتة للصبي، لكن بعد أن أخذتها إلى الصندوق سمعت محادثة بين مالك المتجر السيد ميلر كما نسميه جميعا وهذا الطفل، وما حدث بعد ذلك سأتذكره لبقية حياتي. ابتسم السيد ميلر للفتى المسكين وقال مرحبا جاري، ثم سأله عن حاله وكيف كانت والدته. وعلى الرغم من حقيقة أن الصبي نشأ في أسرة فقيرة إلا أنه كان مهذبا وودودا، رد الصبي مرحبا سيد ميلر، أنا بخير وأمي تشعر بتحسن، لقد قررت للتو أن أدخل وأرى ما هذه الشوكولاتة التي لديك هناك، إنها جميلة جدا. ابتسم له صاحب المتجر متفقا معه أن قالب الشوكولاتة رائع حقا، وسأله السيد ميلر عما إذا كان يريد المساعدة. أجاب الصبي بالنفي وأنه ببساطة يفكر في الشوكولاتة. كان ديفيد مهتما بما سيحدث بعد ذلك، فقد كان مندهشا عندما سمع على الأرجح المحادثة الأكثر إثارة للاهتمام في حياته. وبعد ذلك بقليل لفت السيد ميلر الانتباه إليه وإلى الشوكولاتة في يده، فأخبره ديفيد أنه يريد شراء الشوكولاتة للصبي. وصل السيد ميلر المحادثة وسأل الصبي إذا كان يريد شراء قطعة شوكولاتة لذيذة، ولكن ربما كان يعرف الإجابة مسبقا. رد جاري بحزن لا شكرا، أنا متأكد من أنه لذيذ جدا لكن ليس لدي المال بعد. قد يعتقد البعض أن هذه هي نهاية المحادثة، لكنها في الواقع مجرد البداية. عندما انتهى الولد الفقير من قول هذه الكلمات رد صاحب المتجر حسنا جاري، ربما لديك شيء تبيعه أو تستبدله، مثل الأطفال الذين يبيعون لي كرات وأعطيهم جميع أنواع الحلوى. لذا استمر السيد ميلر في الحديث بحماس، وبمجرد أن انتهى من كلامه ظهرت ابتسامة على وجه الصبي وسرعان ما لمس جبينه وأخرج كرة صغيرة. قال جاري لدي كرة لكنها لسوء الحظ واحدة فقط. أجاب السيد ميلر باهتمام تعال أعطها لي، أريد أن أراها عن قرب. ازدادت الحبكة مع مرور الوقت، ولم يستطع ديفيد حتى تخيل ما سيحدث بعد ذلك، ويتساءل عما سيفعله صاحب المتجر. هل سيحب الكرة ويعطي الصبي قطعة من الشوكولاتة؟ أخذ السيد ميلر كرة جاري الزرقاء في يده وقلبها قليلا وقال إنها جميلة جدا، لكن المشكلة هي أنه لا يريد كرة زرقاء، إنه بحاجة إلى واحدة حمراء. فسأل المالك هل لديك كرة حمراء في المنزل؟ لم يفكر الصبي وقال بسعادة نعم يا سيدي، لدي واحدة حمراء في المنزل وهي أيضا جميلة جدا. ثم حدث شيء لم يستطع بطلنا تخيله، أعاد صاحب المتجر الكرة الزرقاء بهدوء إلى الصبي وعرض عليه أن يأخذ الشوكولاتة إلى المنزل، وفي المرة التالية التي يمر فيها بالمتجر يحضر له الكرة الحمراء. بالطبع كانت فرحة جاري بلا حدود ولم يصدق أن هذا يحدث له بالفعل.
سأل جيري غير مصدق ما قاله صاحب المتجر: هل يمكنني حقا أن أحصل على الشوكولاتة ثم أحضر لك الكرة الحمراء؟ السيد ميلر: نعم جيري، أنت محق. تفاجأ ديفيد بما رآه بأم عينيه. الطفل المسكين للأسف لم يستطع شراء أي شيء، لكن ما فعله صاحب المتجر لا يقدر بثمن، ولم ينتبه حتى عندما جاءت السيدة ميلر لترى ما كان سيحدث، ولاحظت اهتمامه بمثل هذه المقايضة وابتسمت. لكن يا صديقي، هذا بعيد كل البعد عن نهاية هذه القصة. في قريتنا وبالأخص أطفالها الفقراء الآخرين للأسف لا يستطيع آباؤهم شراء هذه الأطعمة الشهية، وأنا وزوجي نأسف لأنهم لا يملكون المال حتى مقابل الطعام. لذلك يحب زوجي التفاوض مع الأطفال ويقدم لهم الشوكولاتة والحلوى والفواكه وأشياء أخرى، لهذا يقبل الكرات. شاركت زوجة السيد ميلر القصة بحماس، ولكن الشيء الأكثر إثارة للاهتمام هو أن صاحب المتجر أخبر الأولاد دائما أنه لا يحب لون الكرات التي يقدمونها له. وعندما عاد الأولاد بالكرات الحمراء يقول دائما أنه أيضا لا يحب هذا اللون، ويرسل الأطفال إلى المنزل مع الكثير من الطعام ويطلب إحضار كرة بلون جديد. وأعتقد كما فهمت بالفعل فإن هذا الموقف يتكرر باستمرار وإلى ما لا نهاية. في الواقع أعطى للصغار شيئا رائعا، ولم يحدث أي تغيير، وظنوا بدورهم أن لديهم تبادلا مكافئا. مع علمه بمثل هذا التبادل الغريب، لم تترك الابتسامة وجه ديفيد، ولفترة طويلة بعد كل شيء ظل معجبا جدا بلطف ورعاية صاحب المتجر، لدرجة أنه تذكر ذلك الموقف وهذا المتجر طوال حياته. لكن الحياة لم تتوقف، وبعد فترة اضطر ديفيد إلى الانتقال إلى مونتانا. وعلى الرغم من مرور سنوات على تلك المحادثة، إلا أن تصرف السيد ميلر لم يذهب من رأسه أبدا. قد حدث أنه بعد سنوات عديدة اضطر للعودة إلى مسقط رأسه مرة أخرى، ولكن ليس كشاب بل كرجل. عندما وصل بعد بضعة أيام قرر زيارة نفس المتجر لرؤية السيد ميلر مرة أخرى، ولكن للأسف لم يعثر عليه. لقد كان هناك شاب بائع أخبره أن السيد ميلر توفي قبل أيام، واليوم هي جنازته. بالطبع قرر ديفيد أن يذهب ليودع الرجل العجوز الرائع ويدعم زوجته، لكن بينما كان يشاهد الجنازة لاحظ ثلاثة شبان يرتدون ملابس أنيقة مع تسريحات شعر رائعة وبدلات داكنة وقمصان مكوات قال إنها تبدو لائقة. اقترب الشباب من السيدة ميلر وبدأوا في التعبير عن تعازيهم، فاحتضنها أحدهم وقبلها على خدها، وذهبوا ليودعوا السيدة ميلر. رقبت السيدة بعيون شاحبة بينما توقف الشباب لبرهة أمام التابوت، ووضعوا يدا دافئة على يد السيد ميلر الباردة الشاحبة، وكان أحدهم يبكي. بعد أن غادر الجميع اقترب ديفيد من السيدة ميلر وأعرب عن تعازيه لفقدان زوجها، وقال أنه يتذكر دائما هذه القصة المؤثرة بين السيد ميلر وصبي فقير منذ أكثر من 20 عاما. على الرغم من هذا الحدث المحزن، تغير وجهها فجأة وابتسمت، ثم نظرت في عين ديفيد وأخذت بيده وقادته إلى القبر. قالت السيدة ميلر: هؤلاء الشباب الثلاثة الذين قالوا وداعا للتو هم الأطفال الفقراء الذين كان زوجي يساعدهم. على الرغم من أنهم كانوا جائعين وليس لديهم نقود، الآن لكل منهم أعماله الخاصة ويعيشون حياة جيدة. هؤلاء الأطفال رغم كونهم فقراء لم ينسوا أبدا ما فعله زوجي من أجلهم، والآن لا يمكنني تغيير رأيهم بشأن لون الكرات التي أتوا بها لسداد ديونهم. في هذه اللحظة لم يفهم ديفيد حقا ما كان ذلك، ولكن بعد ذلك أصبح الأمر واضحا. تدفقت الدموع من عينيها، وفي النهاية لم ينسى الأولاد أبدا لطف السيد ميلر، وكان عليهم أن يشكروه لكونه شخصا ناجحا ساعد المحتاجين. لست متأكدا مما إذا كانت هذه القصة قد حدثت بالفعل أم أنها مجرد خيال، لكنها تظهر لنا مرة أخرى أن مجتمعنا الحديث يحتاج إلى اهتمام ورعاية خاصة. إذا لم يفعل السيد ميلر ذلك فربما كان كل شيء مختلفا تماما، وكان من الممكن أن يبدأ الأولاد في السرقة. لم يغير هذا الرجل حياة الأولاد فحسب، بل غير أيضا حياة العديد من الأشخاص. يمكن لعمل اليوم أن يغير جذريا حياة شخص إلى الأبد، وغالبا ما لا يتطلب الكثير من المال، ولكن مع الشوكولاتة يمكن أن يكون الأمر كافيا. أيها الأصدقاء، اكتبوا لي في التعليقات رأيكم في هذه القصة، وإذا أعجبكم الفيديو أعطوني إعجابا. أراكم قريبا. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى لايك والاشتراك بالقناة.
كما يمكنك تفعيل الجرس بجانب زر الاشتراك كي تكون أول من يتوصل بجديد الفيديوهات.